لكن الناس راه كاين اقبال، الناس كياخذوا الفخر، بداو كياخذوا الفخر، هذا هو اللي كاين. الثمن ما تغيرش، الليمون راه 8 دراهم والكروش 6 دراهم، ما تغير ما والو، هذه سنتين والثمن ديالو هو هذا، وراه كاين الاقبال على الفخر، الناس بداو كياخذوا الفخر. وشنو هو احسن انواع ديال الفخر؟ وهما بجوج، هذاك الكروش هو ديال البلوط، وهذاك الليمون فلاحي ديال الشجر ديال الليمون، غير هو هذا الليمون الناس كياخذوه حيت ما خفيف في العافيه ديالو ما مجهدش، هذاك العافيه ديالو حاره مجهد، هذا هو اللي كاين، كياخذوا الليمون باش كيطيبوا داك الشيء، هذا هو اللي كاين، ما فيش الريحه. اليوم جينا نتقداو الفخر واثمينه مزيانه كيما موالفين وكيستقبلونا مزيان، وهذا الشيء اللي كاين. كتاخذ انت بالجمله ولا كتاخذ غير؟ لا، مره كناخذ الفخر ديال الليمون وان شاء الله المناسبه ديال العيد غادي ناخذ ثاني الفخر ديال العيد ان شاء الله. وهذا العام ناقص عندنا الوقت، بحال هذا الشكل زعما مالفه كتكون باقا 20 يوم للعيد الكبير، كتحرك الوقت، كيبداو الناس يكيلوا بالجمله وبدي طايب حكايا. هذا العام والو، الوقت بارده ماشي بارده شويه، هذا هو اللي كاين. والاسمنه ما تبدلوش؟ لا ما تبدلش، كتبقى هي الثمن اللي كيكون، يبقى واخا في العيد واخا بلا عيد كيبقى الثمن هو مع الكليان ولا مع حنا مع بعض المنافسه مع بعضياتنا. وكيجيو هذا يدي طون، هذا يدي جوج، هذا يدي 600، هذا يدي 800، هذا يدي 300، كل واحد على قد الجهد ديالو ولا الخروج ديالو. وهذا العام باقي ما بان والو، السلعه كيحطينها كيبقى هي كتبان. الانواع ديال الفاخر شنو هما الانواع اللي كاينين؟ كاين دابا ديال الكروش، كاين ديال الليمون، كاين ديال الزيتون، هادو هما اللي كاينين، هما ثلاثه اللي كاينين. والناس شنو كيفضلوا؟ دابا الناس اللي كيفضلوا الكروش والليمون هو اللي كيديوه، والاخر اللي يوليو الناس كيديروا غير ديك الكيلوات، كتبقى ديك يومين ولا ثلاثه كيولي بزاف النساء كيديو غير الليمون اللي كيسر بهم في الشعير، وداك الشيء هما فيه الصعوبه. زيت شويه.